كلمات قلال اللي تقدر تقالو وما نلقى ما نقول انا حيت الاب ديالي ما لقاش الدعم من وما كناش حنا كنتسناو الدعم ديال اول حاجه الاب ديالي الحمد لله بخير لقى ولادو الحمد لله تمام بخير الام ديالي حتى هي الله يعمرها دار ما فاتوش استاذ ابو امال حتى هو الله يرحم ليه الوالدين واخويا شنقول نتمنى من كاع اللي غيشوف هذا الفيديو دا يتعاون مع الوالد بالرحمات وصافي والله يرحمه في هذا النهار ديال اليوم الله يرزقنا ويرزقكم الصبر وفقدنا واحد الهرم اللي كان صاحب نكته وكان واحد الانسان اللي باشوش وكان ما كاع اللي غنقول في حقه قصير فيه وهذا الشيء اللي كاين والله يرحمه والله يغفر ليه في هذا النهار ديال اليوم انا لله وانا اليه راجعون الله يرحم المرحوم في هذا النهار وعاونوه وعنده تاريخ بصراحه ما تخلى عليه حتى واحد غير كاين بعض الاشخاص اللي خصهم يساندوا الفنانه ما كانوش في صفه هما الاصدقاء وصحابه وداكشي كلشي كان بجنبه الحمد لله وحتى واحد ما تخلى عليه النوط الفنان اللي كنعرف ودوز معاه داكشي كلشي الحمد لله حاضر غير بعض الوجوه اللي باقا ما حاضرش كاين اللي باقي ما وصلوش الخبر حيت الخبر جاء مفاجئ ديال الموت ديالو ها هو هذا الشيء اللي كاين مازال غيكون المزيد ان شاء الله مازال الاصدقاء جايين واخر كلام هي كان جا من لوبيطال وشفت الحاله الصحيه ديالو كي ولا وداكشي قال لي الحمد لله كان في تحسن ولكن كتب الله ما قدر ان لو ان اراجعه